وفرت على الانتاج وغزاره الحبوب. نتوقع في ولايه خنشله تقريبا 1,800,000 قنطار من الحبوب، 800,000 تنتج في هذه المحيطات الجديده بالنسبه لجنوب خنشله، اللي هي تجربه جديده بالنسبه لهذه الولايه وامكانيات هائله، كل الظروف متوفره، كونسيدار استثمرت كبير في العتاد وفي الالات وكذلك في المياه للسقي، اموال كبيره، ولكن هذا يندرج في اطار الاستراتيجيه تاع الدوله باش نقلص من فاتوره الاستيراد. خصنا افضل بكثير يعني من حيث المغياتيه، من حيث المساحات المزروعه، من حيث عمليه توزيع البذور، ومع يعني اتساع المساحات المزروعه كل سنه نحن ان شاء الله نصبو الى انتاج 1,000,000 قنطار من الحبوب في صحراء خنشله.